تمام. طب ايه التغيرات بقى الطبية دكتورة مي بالنسبة لكبار السن والعمر ده؟ انتوا كأطباء صيدليين بتحسوا انها تغيرات غير مريحة، وتغيرات تحس ان انتي قلقانة ومحتارة اصلا، الدواء ده ما ينفعوش وده ما ينفعوش وده ما ينفعوش، مش عارفة اتصرف معاه ازاي نظرا لسنه. تمام، في تغيرات طبيعية هي بتكون بس طبيعية بس غير مريحة، يعني مع تقدم السن مثلا بتسمك عدسة العين فالرؤية بتضعف كتير، مع تقدم السن بصير في تركيز أضعف، بصير في تغيرات بخلايا الدماغ، بصير في نسيان أكتر، يكون في صعوبة بالتعلم أكثر. تقدم السن ممكن يكون عنده قابلية أكثر مع تقدم العمر لفرص أكثر للإصابة بأمراض الوراثية مثل السكر الوراثي مثل الضغط. فهي تغيرات طبيعية ولكن غير مريحة، ولكن طبيعي أنه العين تتأثر والأسنان يتأثروا والدماغ يتأثر الأمعاء تتأثر إلى آخره. طب في بعض التغيرات التانية بس الخاصة بالجسم اللي تخلي كمان الدواء مش بالكفاءة المطلوبة أو ما بيديش النتيجة المرجوة منه، زي إيه مثلا؟ ممكن يكون تغيرات حصلت في جسم المريض خلت الدواء ما يقومش بمفعوله بشكل صحيح يعني. تمام بالضبط، تغيرات هي التقدم بالعمر او عند كبار السن بصير عندهم تغيرات، مثلا خلينا نقول نمشي دغري بالامثله بلا النظري، يعني نسبه المي مثلا بجسمهم بتقل، كل ما كبر الانسان كل ما نسبه المياه في الجسم بتقل، كثير ادويه بتذوب بالمي، فبالتالي اذا نسبه الماء قليله في الجسم حتكون حيزيد تركيز الدواء بالجسم. الكلى هي مثل ما قلنا بتصرف الدواء عن طريق التبول، باقي الأدوية مثلا الدواء الفعال بيأثر بالجسم وباقي الدواء بتصرفه الكلى، الكلى مع تقدم العمر بتضعف وظائفها، معظم الوظائف الحيوية بالجسم مع تقدم العمر بتضعف منها وظائف الكلى، فبالتالي كمان بيزيد تركيز الدواء بالجسم لأنه الكلى بتكون بطيئة بطرح هذا الدواء. نفس الشيء الكبد كمان، الكبد بيفرز إنزيمات بتكسر الأدوية لحتى يمهد لطرحها خارج الجسم، كمان بيكون العمليات هي أبطأ بكتير عند كبار السن، فبالتالي الأدوية بتكون مركزة أكثر عندهم.